مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم منشطة الصحافة وجولة صحفية جديدة، نرصد من خلالها منشطات كبريات الصحف المحلية والدولية مع المحلل السياسي الدكتور محمد حمود البغيلي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك. كما يرافقنا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أهلا بك أستاذ محمد. يا هلا والله. مشاهدينا، جولة في الصحافة المحلية بعد الفاصل. صحافتنا المحلية لها الصدارة ونستهلها بهذا المنشط من صحيفة الأنباء. صاحب السمو هنأ وزير التربية وأشاد بجهود فريق هذا المشروع الوطني. سمو الأمير: إطلاق كويتسات 1 إنجاز علمي يسهم في تطوير الكوادر الوطنية في علوم الفضاء. وفي ذات السياق كتبت صحيفة القبس هذا المنشط: سمو ولي العهد يهنئ وزير التربية بإطلاق كويتسات 1 إلى الفضاء. إذن أستاذ محمد ثلاب، يبدو أن الكاريكاتير في هذا الصدد. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إنجاز شباب كويتي في إطلاق سات 1 اللي هو القمر الاصطناعي الكويتي الأول، فراح يكون الكاريكاتير عن هذا الموضوع اللي إن شاء الله نشوفه في نهاية البرنامج بإذن الله. نعم، سنتحدث بتفصيل أكثر في نهاية الحلقة بإذن الله. نعم. إذن مشاهدينا، في صحيفة الشاهد نقرأ هذا المنشط: اللجنة التشريعية وافقت على علنية التصويت لاختيار مناصب مكتب مجلس الأمة، وأكدت أن الإصلاحات السياسية مهمة للمرحلة المقبلة. إلغاء لجنة الأولويات بداية من دور الانعقاد المقبل بعد أن تسببت في تأخير وتعطيل الكثير من المشاريع والقوانين. في صفحتها الاقتصادية عنونت صحيفة الرأي: البنوك الإسلامية ستوقف توفير بيانات وضعها المالي للناظم الرقابي. شركات الصرافة ستزود المركزي شهريا بجميع حوالات عملائها لأي دولة عددا وقيمة. خبر آخر في صحيفة الوسط حول إعلان بلدية الكويت إزالة 741 مخيما مخالفا أقيم خارج المواقع التي حددتها البلدية في خطتها للموسم الربيعي لموسم 2022 و2023. صحيفة الجريدة تناولت خبرا حول رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب وزارة الأشغال تمديد فترة دراسة عطاءات ممارسة إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه الأمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك لمدة شهر، طالبا من الوزارة موافاة الجهاز بالتوصية الخاصة باختيار الشركة المتوافقة مع الشروط الفنية والمالية للمشروع لاستعجال تنفيذه. وفي صحيفة النهار نقرأ خبرا حول إعلان جمعية الصفا الإنسانية عن تنفيذ مشروع مصرف الكسوة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وقد استفاد منه 387 حالة متعففة داخل الكويت عبر قسائم المشتريات التي تم توزيعها على المستفيدين ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية والبطانيات من أحد الأسواق التجارية التي تم اختيارها بعناية، حيث تمت مراعاة جودة الأصناف ومناسبة الأسعار وتعدد الأفرع. منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. منشطات الصحف العربية والعالمية تنوعت بين السياسي والعسكري والرياضي والمناخ، والبداية مع صحيفة القدس التي تطالعنا بهذا المنشط: مجلس الأمن سيناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. وتفصيلا كتبت صحيفة القدس الفلسطينية أن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن مجلس الأمن سيناقش اليوم الخميس الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، خاصة في أعقاب اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. وأشار المندوب الفلسطيني إلى وجود حراك عربي إسلامي يسبق جلسة مجلس الأمن لتنسيق المواقف وتوحيد المجتمع الدولي لإدانة الممارسات والجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
إذن دكتور، كيف تحلل التوجه إلى مجلس الأمن خصوصا في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية؟ التعنت الإسرائيلي متعارف عليه ومعهود، ويتعاظم كل ما لا أكثر وأكثر في المجتمع الدولي، ضاربا بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية والتقاليد الدبلوماسية وحتى الإجراءات الأمنية. يعني حتى الحجج الأمنية التي يبني عليها الكيان الصهيوني هي حجج واهية وحجج غير منطقية، ويتم فيها التعسف بتطبيق الإجراءات الأمنية والقانونية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وغير القدس. هذا الأمر يعني يؤثر حقيقة على عملية السلام ويعرقل ما هو معرقل أصلا في عملية السلام. ما يتمناه المرء هو أن يكون هناك اتفاق دبلوماسي عربي أو تماسك، على الأقل هناك اتفاق، ولكن لا يوجد هناك تماسك في التنسيق، في الرؤى، في الإجراءات المتبعة. نتمنى يكون هناك تنسيق وتماسك داخل القوى الفلسطينية المختلفة وأيضا على القوى الدولية في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي. نعم، ابقى معنا دكتور محمد. في شأن دولي آخر، إندبندنت واشنطن تدعو لعدم التطبيع مع نظام الأسد بعد التقارب السوري التركي. صحيفة إندبندنت البريطانية كتبت تحت هذا العنوان أن الولايات المتحدة دعت دول العالم قاطبة إلى عدم تطبيع علاقتها مع النظام السوري، وذلك في معرض تعليقها على اللقاء الذي جمع أخيرا في موسكو وزيري الدفاع السوري والتركي. وهذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين، حيث تعتبر تركيا من أبرز داعمي المعارضة السورية. إذن دكتور، كيف تحلل دلالات هذا التصريح الأمريكي خصوصا في هذا التوقيت وأعقاب الاجتماع السوري التركي الذي تم مؤخرا، وهذا الرفض الأمريكي ماذا يعني؟ هو الرفض الأمريكي رفض لا يبنى على مصالح معينة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تركيا لا تتحرك دبلوماسيا، وتريد أيضا بنفس الوقت أن لا تعطي تركيا بعض مطالبها السياسية والعسكرية والاقتصادية، ولا تريد أن تحرك الملف السوري، ولا تريد أن تتدخل في المنطقة، بينما الروس يريدون ذلك ويقدمون اقتراحات ويقدمون مسارات معينة للعمل. الاجتماعات المؤخرة كانت بين وزيري الداخلية، وزيري الدفاع، ثم وزيري الخارجية فيما لاحقا. هناك في توافق روسي تركي وسوري إلى حد ما في بعض النقاط، أو التوافق على الحوار أو انطلاقة الحوار الحقيقي بين هذه الأطراف لحل الأزمة السياسية العسكرية الأمنية على الحدود وداخل الأراضي السورية. نعم، ابقى معنا دكتور محمد، سنتحدث بتفصيل أكثر. هناك صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي تطالعنا بهذا العنوان الإخباري: الجمهوريون لم يتمكنوا من انتخاب رئيس لمجلس النواب، مع عنوان فرعي أشار فيه لوفيغارو إلى وجود فوضى في الكونغرس الأمريكي، على الرغم من أن أنصار ترامب يعتبرون الجمهوري كيفن مكارثي معتدلا جدا. وفي التفاصيل كتبت لوفيغارو أنه في الوقت الذي كان يحتاج إلى 218 صوتا للفوز برئاسة مجلس النواب، فإن الجمهوري مكارثي لم يحصل سوى على 203 أصوات خلال الجولتين الأوليين من التصويت، وفي الجولة الثالثة حصل المرشح الجمهوري 20 صوتا. إذن ما زلنا في الشأن الأمريكي دكتور، ما هي قراءاتك لهذا الزلزال السياسي الذي يحدث في الكونغرس والذي لم يحدث في الولايات المتحدة تقريبا منذ نصف قرن؟ ما الذي يعيق انتخاب الرئيس؟ هو حقيقة تقريبا أكثر من قرن، أو قرن تقريبا، يعني أكثر من نصف قرن من المؤكد. نعم. أن هذه الظاهرة هي تذكرنا بالدول النامية أو دول العالم الثالث الجديدة على الديمقراطية، وليس على الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر الديمقراطية. يعني والمشكلة واضحة، المشكلة ليست في الحزب الديمقراطي، المشكلة في الحزب الجمهوري. نعم. بانقسام مرشحينه وبتدخل أيضا المنافسين على مستوى الرئاسة. الخلافات على مستوى ترشيح للرئاسة ألقى بظلالها على الكونغرس والانتخابات. نعم. فتأثر الحزب الجمهوري في الداخل، وهذه يعني أول مرة تصير
للمرة الخامسة أو أكثر المرة الخامسة يفشل في انتخاب الرئيس، يعني لا نراها إلا في الدول النامية. نعم. ومن المؤكد حتى الآن لم تحسم حتى الآن، ومن المؤكد أن يعني هذا الخلاف سيكون بنيوي مؤسسي. نعم. فمن يكون هناك خلافات بنيوية مؤسسية أيديولوجية داخل الحراك السياسي الداخلي في أي دولة، من المؤكد أنه سينعكس في المستقبل على مزيد من التوترات بين الأحزاب، وهذا يعني خطرها الداخلي وحتى على الخارجي، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم والأكبر في العالم والأغنى في العالم، فمن المؤكد أن انعكاساتها السلبية على كل العالم. نعم. دكتور محمد، ما زلنا في شأن الكونغرس الأمريكي، ولكن صحيفة الراية تعنون: بايدن مكبل أمام كونغرس منقسم، مع عنوان معلق يحيلنا إلى الأمر جاء بعد استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب. في التفاصيل، كتبت صحيفة الراية القطرية: بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجزء الثاني من ولايته بكونغرس منقسم، حيث إن انتخابات منتصف الولاية أفضت إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب وبقاء الغالبية في مجلس الشيوخ بأيدي ديمقراطيين. ويخشى المحللون انتهاء عصر التعاون بين الحزبين، مع توقع دخول العملية التشريعية طريقا مسدودا، فيما يتوعد الجمهوريون بأجندة تحقيقات صارمة في معظم جوانب إدارة الرئيس جو بايدن. إذن دكتور، ما زلنا في موضوع الكونغرس والانقسامات التي تحدث في الكونغرس، إذن ما هي السيناريوهات المتاحة التي قد تخرج الكونغرس من هذه الأزمة ومن حالة الانسداد، وكيف ستؤثر أو كيف سيؤثر هذا الأمر على إدارة بايدن الحالية؟ هو يتحمل الرئيس بايدن أو تتحمل القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أو البيت الأبيض مثل ما يسمونه في الإعلام الأمريكي، يتحمل البيت الأبيض أو ضعف البيت الأبيض هذه المسؤولية. كأن البيت الأبيض مرتاح للانقسام الجمهوري، أو أن هناك فعلا ضعف سياسي أو فعل في المبادرة، يعني الأخذ في زمام المبادرة، وفي الحالتين هي صورة سلبية للبيت الأبيض. نعم. على الرئيس بايدن التدخل، وإلا التفاقم هذا لا يعود أو سيعود إلى أحداث اقتحام الكونغرس في الفترة الرئاسية. نعم. السابقة. نعم. قبل بايدن، فنحن يعني نتمنى أن يكون هناك استقرار داخلي. ولكن دكتور، الرئيس بايدن هو طرف في هذا النزاع، خصوصا وأن الجمهوريون يتوعدون بتحقيقات صارمة تجاهه، وحتى ترامب هو خارج أيضا هو. نعم. طرف في الموضوع، فهذه المشكلة، أن حتى المفترض أنه لا يكون إلا إذا في حال خلافات أنه يكون متدخل إيجابي مباشر لإصلاح الوضع السياسي داخل الكونغرس بالأخير، لأنه راح يعطل كل الكونغرس سيعطل، ولن يكون حتى النواب الجدد فرصة لأداء القسم. نعم. وهذا طبعا يعني عار على السياسة الأمريكية وعار على الديمقراطية أن يكون مثل هذا الأمر. وفي الولايات المتحدة الأمريكية فلاسفة وسياسيين وعظماء ومحامين ورجال قانون، عليهم أن يحلوا هذا الإشكال بالطرق الدبلوماسية والطرق السياسية والقانونية المتاحة. نعم. إذن دكتور، من الشأن الأمريكي إلى الشأن الروسي، في صحيفة برافدا الروسية نقرأ: بوتين يقرع ناقوس الخطر المميت لحلف شمال الأطلسي. وتفصيلا للعنوان، كتبت صحيفة برافدا الروسية خبرا مطولا ذكرت فيه أنه الأسبوع الماضي ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منفصل خطابين رئيسيين تحدثا فيهما في الواقع عن نفس الشيء، الأزمة الأوكرانية، حيث حرص كل طرف على الدفاع عن وجهة نظره بشأن الأزمة. في الشرق الأوسط، عنوان لافت: فرقاطة روسية تبحر نحو المحيط الأطلسي مسلحة بصواريخ فرط صوتية. صحيفة الشرق الأوسط أشارت في التفاصيل إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى إشارة انطلاق الفرقاطة إلى المحيط الأطلسي مسلحة بصواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مؤكدا أن بدء الفرقاطة الجديدة مهمتها القتالية حدث مهم جدا، وأن تسليحها سيحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية. إذن دكتور، في الشأن الروسي، ما هي قراءاتك لدلالات هذا الخبر، وخصوصا في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة من الجانب الروسي وأيضا من الجانب الأوكراني المدعوم من الغرب؟ مثل ما تحدثنا عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والملف السوري والتركي. نعم. وتراجع أيضا المشاكل الداخلية، أيضا هذا جانب من جوانب الضغط
غير المباشر على الولايات المتحدة من قبل الروس. روسيا تضغط في المحيط الأطلسي تحديدا، هذا ضغط على الولايات المتحدة أو المعسكر الغربي. وهذا الاستعراض العسكري يعني يحاول أن يوصل رسالة أن احنا متفوقين حتى عسكريا، والتفوق العسكري يؤدي له دلالات أخرى إلى أننا سنكون الأقدر على قيادة المعسكر الجديد أو العالم الجديد أو تغيير العالم في متعدد الأقطاب. كل الاستعراضات العسكرية حاليا والتقنيات، لكن دكتور يعني هذا الاستعراض العسكري الآن بدأت تدخل أسلحة متطورة جدا، فهل هذا قد يعني أن هناك مثلا تصعيد من الجانب الروسي؟ لا، هو لا يكون تصعيد حتى الآن، لا يصل إلى مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة، لكن هناك أيضا رسالة للمعسكر الغربي أن لا يمكن التفوق علينا أو الانتصار في معركة مستقبلا. وهذا المعلن ترى فقط، هذا المعلن الإعلانات أو الأخبار المعلنة، فما بالك في الأخبار اللي غير معلنة أو الأسلحة الغير معلنة وبتفاصيل أخرى. لا يمكن للجيوش العسكرية أن تعلن كل أسلحتها أبدا، هذه فقط من باب الإنذار أو من باب الاستعراض المقصود. نعم، إذن دكتور ابقى معنا، سنذهب إلى شأن دولي آخر. عكاظ تطالعنا بهذا العنوان: الصومال 15 قتيلا في هجمات إرهابية. أعلن مسؤولون صوماليون مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة آخرين بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في مديرية محاس بمحافظة هيران، فيما تبنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الهجمات الإرهابية. وأفاد المسؤولون أن التفجيرين استهدفا منزلي مسؤولين اثنين، أحدهما نائب في البرلمان الصومالي، بينما وقع الآخر في منزل رئيس مديرية محاس. إذن دكتور، العالم منشغل ويبدو أن الملف الصومالي نسيه المجتمع الدولي. هناك أخبار تفيد أن حتى عدد الضحايا قد يتجاوز 35 قتيلا، فما رأيك أين المجتمع الدولي من الصومال الذي يواجه أزمات إنسانية ودولية وسياسية وعلى جميع الصعد؟ كثير من دول العالم منسية، وبمن فيها الصومال، يعني هذا الرياء العالمي وهذا النفاق العالمي يتجاهل أي دولة لا تقدم للعالم قيمة استراتيجية أو قيمة سياسية واقتصادية. على عكس لما رأينا أزمة الغذائية لما صارت الحرب الروسية الأوكرانية، لما رأينا أزمة الطاقة، أزمة الغاز، وهذا العالم تلتفت إلى مصالحها، دول العالم تلتفت إلى مصالحها، بالذات الدول الكبرى. الصومال على موقعها الاستراتيجي ليست يعني لا تقدم يعني مزايا أو مغريات للدول الكبرى، وبالتالي هي منسية. نلجأ إلى المنظمات الدولية أيضا، نجدها نفس الطريقة لا تبحث عن إلا مصالحها مع الدول الكبرى أو الدول المهمة في مصالحها. للأسف رغم أنها دولة عربية وإسلامية، يعني الصومال لم يتم الالتفات لها لا في بيانات الجامعة العربية ولا في بيانات منظمة التعاون الإسلامي، وهذا يعني احنا نتحمل كمسلمين او دول عربيه هذا يعني هذه المسؤوليه. نعم، ابقى معنا دكتور محمد الى خبر اكثر تفاؤلا قليلا. صحيفه الصباح تعنون: استنفار كهربائي واستعدادات للحالات الطارئه لانجاح خليج 25. الصباح العراقيه كتبت: أعلنت وزارة الكهرباء استنفار قدراتها بشكل كامل لإنجاح بطولة خليج 25 في محافظة البصرة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أي طارئ قد يحدث خلال أيام البطولة. وتقام بطولة خليج 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 إلى 19 من شهر يناير الجاري. إذن دكتور، ما هي دلالات أن يكون خليجي 25 في البصرة في العراق تحديدا، وما هو دور مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون في يعني مؤازرة العراق أو استقراره وتطوره؟ هي الفعالية رياضية لكن أبعادها سياسية واقتصادية. سياسيا أولا أن العراق يعود إلى الدول الخليج ويعود أكثر إلى الحضن الخليجي وأكثر إلى العالم العربي وإلى الشعوب الخليجية. يعني بالأخير في شعوب منذ سقوط النظام البائد لم تزور العراق، الآن في فرصة لزيارة العراق. إضافة إلى الجانب الاقتصادي، نهضة العراق مهمة لكل الدول العربية والإسلامية وبالذات الكويت كدولة جارة، وهذه الفعاليات تعزز الجانب السياحي وتعيد الأمان والاستقرار أو الثقة في الأمان والاستقرار داخل الأراضي العراقية.
نعم. ابقى معنا دكتور محمد. نذهب إلى الباريس، نقرأ فيها: عندما تصبح باريس برشلونة، ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة يسجل أرقاما قياسية في أوروبا. صحيفة البايس الإسبانية كتبت أن هذه الحقيقة المناخية الدافئة في منتصف الشتاء سجلت أرقاما قياسية في معظم أنحاء أوروبا، من الدنمارك إلى جمهورية التشيك أو بيلاروسيا. من الناحية الفنية، هذه ليست موجة حارة، وهي ظاهرة لا يمكن أن تحدث حتى الآن إلا في الصيف. وعلى أي حال، فهي لا تفرض ندرة في مياه الشرب ولا تشكل خطرا على الفئات الأكثر ضعفا. إذن إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة اليوم السابع للكاتب بيشوي رمزي، تحت عنوان: الديمقراطية في الغرب، تداول السلطة من السلاسة إلى الخشونة. استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى ما ارتبطت به الديمقراطية العالمية بالعديد من المفاهيم، ربما أبرزها مبدأ التعددية الحزبية وتداول السلطة، على اعتبار أن مثل هذه المفاهيم تمثل ضمانة لعدم تمركز السلطة في قبضة فرد أو جماعة إلى الأبد. وبالتالي كان العمل الدولي قائما طيلة العقود الماضية على ترسيخ هذه المبادئ لتتسع جغرافيا نحو العديد من مناطق العالم. ليصل المقال إلى خلاصة مفادها أن فشل مجلس النواب الأمريكي في اختيار رئيسه بعد عدة جولات من التصويت يمثل امتدادا ناعما لتغير طبيعة تداول السلطة في معقل الديمقراطية في العالم، من حالة السلاسة إلى الخشونة. وهنا يمكننا القول بأن مفهوم الديمقراطية بات يحمل تغييرا كبيرا في السنوات الماضية، في ظل حالة من التمرد الشعبي ساهمت في تحوله من أداة من شأنها وأد الصراعات، لتضفي عليه طبيعة أكثر خشونة لتتواكب مع طبيعة الحقبة الدولية الراهنة وما تشهده من أزمات. إذن دكتور، عودة لما بدأنا في البداية حول الكونغرس الأمريكي ومعقل الديمقراطية في العالم، ما رأيك فيما ذهب إليه الكاتب؟ هل فعلا الديمقراطية تنتقل من السلاسة إلى الخشونة في تداول السلطة؟ الديمقراطية من ناحية الفلسفية السياسية غير مرضي عنها، ومن الناحية التاريخية أيضا غير مرضي عنها. دائما الديمقراطية كانت توصف بأنها يعني أدوات الغوغائية وأدوات الدهماء، ويعني الفلاسفة الكبار دائما يركزون على النخب، والديمقراطية لا تقدم النخب. ولكن حقيقة مثل ما يقول تشرشل، هي أفضل الأنظمة السيئة، هي أفضل إبداع أو ابتكار إنساني لمحاولة يعني ضم الآراء واحتضان الآراء المختلفة وتقديم توليفة معينة. بمعنى الديالكتيك السياسي عند هيجل مثلا، لما يتكلم عن الفكرة ونقيضها ثم توليف الفكرة جديدة وتأليف فكرة جديدة مركبة، الديمقراطية تساعد على هذا الديالكتيك، تساعد على تقديم تصورات حقيقية متناغمة ليست متفق عليها 100%، غير متطابقة، لكنها أفضل الموجود. بالطبع هي الآن، أتفق مع صاحب المقال، ولكن ليست إلى الخشونة، ولكن أعتقد أنها تتجه إلى الهشاشة. أصبحت الديمقراطية من ديمقراطية متماسكة قوية حلم لدى الشعوب إلى الآن، خصوصا بعد الربيع العربي مثلا عندنا، وبعد أزمة أمريكا، والأزمة مثلا في البرلمان اللبناني، والأزمات العاصفة في إيطاليا مثلا وبريطانيا، هذا صار في نوع من الشك في الصورة المثالية للديمقراطية. نعم. إذن إلى أن يأتي إبداع إنساني أكثر عدالة، تبقى الديمقراطية هي الخيار إن شاء الله. نعم. إذن مشاهدينا، إلى الكاريكاتير بعد الفاصل. إذن نعود لرسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أستاذ محمد، من خلال هذا الكاريكاتير، ما هي الرسالة التي أردت أن تمررها من خلال هذا الرسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير تفاؤلي، إنجاز كويتي. أعتقد كانت الأخبار شوي كانت بعضها مزعجة شوي، ما هي يعني إيجابية، لكن اليوم نتكلم عن إنجاز كويتي اللي هو كويت سات واحد. بأيادي كويتية، بأيادي شباب كويتية. أعتقد هذا من الإنجازات لبداية 2023 للكويت، اللي نتمنى إن شاء الله تستمر هذه العطاء من شباب الكويت. سويت السات واحد،
تحتضن مجموعة من الكواكب الفضائية احتفالية لها في هذا الإنجاز اللي بالأيادي الكويتية. إن شاء الله في المستقبل نشوف سات واحد وسات اثنين وسات ثلاثة بأيادي كويتية. نعم. إذن دكتور محمد، ما تعليقك على هذا الكاريكاتير المتفائل وسط قتامة الأخبار التي تناولناها اليوم؟ بالعكس، يعني أنا أشكر أستاذ محمد يعني على هذه الختامها مسك فعلا، وعلم الكويت زاهي في الفضاء، ويعني وفي هذا الاحتفاء يعني فيها احتفالية واحتفاء بهذا الإنجاز، ونتمنى أن يكون هذا الإنجاز يعني حتى في الرسمات المقبلة حتى تصل الرسالة أكثر بين المواطنين والمؤسسات المختلفة طبعاً. يعني لأن لا نريد أن يكون هذا الإنجاز غائب شعبيا واجتماعيا، أما العالم الآخر مثل الكواكب اللي تصورتها فأكيد أن العالم يعني يثمن هذا الإنجاز وهذه الخطوة الكويتية. صحيح. إذن المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا على حضورك معنا، وأيضا الشكر موصول لرسام الكاريكاتير الأستاذ محمد طلاب، شكرا جزيلا على حضورك معنا في منشأة الصحافة. إذن مشاهدينا، كان هذا منشأة الصحافة لهذا اليوم، نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم بخير.